مصحوبة بالعشرات من مؤيدي التيار الوطني الحر، عادت القاضية غادة عون إلى مكاتب مكتف للصيرفة في عوكر للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، وبالاستعانة بآلات حادة خلع باب الشركة لتدخلها عون مجددا. يا شباب 27 وضعت لكم للتجمع، الله يخليكم، ما بدنا مشاكل. إذا بدنا نحن عم نشتغل أدوس، نحن عم ننفذ مهمة قضائية، ما بدنا تطاول على حدا. في الخارج تجمع عدد من مناصري التيار الوطني الحر الذين أتوا لمساندة القاضي عون. وبعد ساعات قضتها داخل الشركة غادرت القاضي عون وسط هتافات مؤيدة لها. ماريو بدر، قناة الجديد.